كومبليت دائما شنو انا هذا ما انسى انا صاحب صوت لو سميت وجيت كذا بحوار كوس وحي كا خلط قف قولاك انه كوس صح وعقب قلدي اني نادي انا وشيت صاحب تلمذ ما وشي اساس واحد مركا اريد مركو دع النبي اما اريد مركو سو كردا اسو النبي لابتيس لا حالي او وناكسن ايديز اي فكر كيس اي بقول كي بقول تاي هذا اصحابته اسكو وجري اريد كان كشورين وديجي قف بنادك مركا قف ولال كيس انه لا تشتو لا بل حاجي دي اسان الله أنا جو حواء عارف خوفك خوفك مرك ولا تشنع خوفك وعارف وأصل وحكة قبل كريم أنا خوفك مرك عني هتخوف لا تشنع وعارف عن قوة ريري وأتكاتي قص خوفك بنادك إلهي وكرامي بنادك ونوا كرامي هذا نوع حواء أخلي جرات على سديري هجرت قص أنا قاعد إن تلوين بدنا وحجر وأنا قاعد أنا يسوع قيم هذا نخوف ولا لكي مرك تلاها فيري بنيو سيتا إلى عن قط غاقيو عن قوة مريو وناك عن واركي تلوين بدنا وحجر دت أنسي وما أنت إلا هاد إلا جالو thank you تلذا وقران خوفك ورالك عدو خوفك الله تشتور تتاح مع معه أسوى فهم ليجي سفير سنة كوس خوفك عمره وح خوفك كلا تشنع وحيتها إن وح أصل المفتي يسمر كويس ما كان يتعب إلا حما خوفك الله تشتور لكن وح إلا حنا وكلا إن ولا كي قاعد نهني وحاس كي جي في ويدسي وكلا يفرد عربين مو كذي كنا ده سو ستوبيد ما كتاعه كله مفيد كوز خوف كان يمحاني وبوس ده إنا فرحت سيو تبقى يعني responsibility كده أنقال ما هو واحد إيده قبل ما ولاك غلط الشنا تاعه كله إلى ما قرحون لكن عندي عند بال ولاك يحاس كي أو حير بتاع يعني إسليه ده جنتا يسو تسيني وبر تير بتاع ما روش يسو تسيني هو يوقع لك تاعه مكبه هيك إسليه إيه في عن بل تاعه محاي وده سنة ولاك يوقف هذا تاعه قرحون كوس لنا عنو حنك فيرنا نقالة لنا عن قلب جينا إلى عالم مرك تلقى لنا سدعة على رأسنا تاو كلام مرك وين قرحة أوكي نقالة بالكلوح فيها إذا نفعلها نقالة بالكلوح فيها إن لا بد سكو فهم ويان نقالين مثلا نين كانوا كرت نقاله سئنو سئنو إبري هاي وكبر هي تلقات سنو أما نقاله إنه هيا لكن وكعلى ذي في يوسف بحنين أما يلا دقالي يريد أن تلقى هذا الإنسان إنه تمر كبتنها أنا أرد وحنا وضروف وحنا وضن وحنا وحاوي بخيل لموعي خوفك نكا رجعنا أما خوفك قبل أن لبضت وحاوي العقل ومرع بس العقل تاني وحاوي هوا ماني كونتين الرشين على شيء نكون بخن أنا ما أنت وحبك هايني ساكو علي وجيب جيب كالين تنظر وجرت أبيكين على وحبك هايني خوص العقل وإذا ما تلاكين فرحة وحاوي ولي جيدي جرتها خوفك أدوك فرحة ستا خوف كاني أن الظروف كورة عليت وأتفرحت كورة عليت وحلاقة وقتي مالمو واسكون البلسان عدوين كي وكل دوين خد عدوين كي ليس بدلنا نيك أن ظروف تشلي أكو كشي بريك مال وريش ما كوسنينا شلي تاجرني ما كو كشي واحد على كيس ساهم أسوق فقير تو لكن الله شهاد وجي ملا ليس بدلش ما كان دي خوف كاني وفقير يا هاي وحلاقة بريك ما ليس بدلنا لكن خوف كان دو بقير يا هاي كاو حوا كعرر له خوف بنادم waa qof aanan jecleyn nafta qof kale nool oo weel iyo walaal iyo inta boo ah inuu caawiyo qofka ka bakhiila kose ilaan fiiri labada qof markay islaan doonayeen hal nafa ka dhahay saa qalbi ka dhahay qofkii marka noloshaadi dhan waalidkeeda ka soo tagtay tusaale gabadha ee naabeeda ka soo tagtay qabiilkeeda ka soo tagtay intii dad ugu dhowaadanay ka soo gooday intaas waxay kaaga soo gooday inay adiga farxad ku siiso qofkii saa ku wanaajiyay marka bakhiilnimo aad timaado taas ma fiicna marka أوكي قذف قوت البيع نحن هاي لبعض قف حالي هذا سوف هم نرش قاسك نرش قاسك وحين معنا إسا قف كم إذا إنه نضاف ترى وجهته كبر ترى هذا كرت نينك مرة هيك على إسا مقبس نينك نساس وكرت وكبر إسا وضح الشغل إنه وش هو حيوان نضاف ترى له كل مرة كتير تاء سبب إنت عارف هو بيقول مصاب هذا هو البربر إسا ee nartu waxa way shiiray wiil Soomaaliyeed yaray horto mawla joogi kara wax la noolaan kar ilay oo majir qof naftiisa qurxin waa adiga naftada ma qurxinay bar qosadii naftada adiga aad wanaajin wayso ilka aadaysan wayso iyadana waxa way jikada markay gashay content ee si daba kacays qof naftiisa qurxin waa taadana ma qurxinay si bar mar qofta iska ilta mar qos qof weyn ma dhigi karta taasi iska ilaali bisay suu wal bilka aadays laba jirmiya macnaheysa iska taga qof inta aad qofka dhig قف بنادك إن حولي يري ولا وصل لك أنا لكن الله بعرف ما قف بنادك الله وما صبر لك قف كين وصل لهم قف دين لهم قف مركو دين لهم قف كإلهي عرير كي أصل إلهي كده هي وناجوا سو نفط هذا المخرحنا قف كدول فيري إن
qofka maanta waxaad soo cuntay dadka jidka maraya ma oga, haddaad farood saliid iska marsatay waxaa calooshaada ku jira dadka ma oga, laakiin good dressing haddaad wadatay labis qurxoon aa wadatay disgaa waxaa laleeyahay maasha allah ni waa dhegan yahay waa qurxoon yahay. Laakiin adoo maanta konton traa ku shaqayso oo hotel dhan aa leedahay shaati kuleetiga afar xaba ay maqan tahay kabahaada waxa almog ay maqan tahay dareerka u jiidan yahay taajirnimada maxay tartay marka waxaa laga aaminaa shaksiyadaada inay dhimatay oo fakiir tahay waxaa laga yaa toban shil labaatan shil ina lagu soo taha yaa hortoo kusalaa lagu maleya marka shaksiyada iyo quruxda lagu sheegaa waa iimaanka waa iyo nadaafada qof aan nadaafad lahayn ma wada socon lahay ma wada isla jiri lahayn ana marka waxaan kula talin lahay areeba haddaa meel ku og tahay ama adiga waxa waaye shiira ayaad tahay walaalo taa waxa waa waani iyo talo ma leha iskaga tahay qofkaasii wada qodobkan waxaan rabaa fikradaada inaan ku ogaado ragga soomaaliyeed markay gabdhaha shukaansanayaan waxay ku yidhaahdaan naagana kulama kursanayo iyadoo raggu inay damac badan yihiin ilaahay uu sheegay lana og yahay haddana in beenta dumarka loo sheego la yidhaahda naagana kulama kursanayo ma wax dumarka ay sabab u yihiin amase waa waxay raggu aaminsan yihiin beenna kusoo xirankeeda ragna ku dhaqa horta waxa waaye taa horta midaa jirta qofka balanqaad ma lahaan karo ma kula guursanayo ma dhihi karo kose waa wixii beri dhici doona ma ogo shaksiyadeeda an hadda markaan iska la hadlo ma aaminsana afar iyo saddex iyo shan yaa shan maba banaana ilaa afar in la guursan karo way diiniya way banaan tahay laakiin aniga ahaan markaan iskaa hadlo yani ilama qurxoona kose hal qofaa qalbigiisa qancin way saddex say ku qancin taani ilama qurxoona diiniyan waa banaan tahay in afar la guursado laakiin hal inaaf sababtaan ku sheegaa qofkii hal qancin waay saddexna ma qancin karo marka arrintaa waxaan dhihi lahaa tan markaan ka hadlay jacaylka oo qofku dhahay ma kula guursanahay qof beri qadarta dhici doonta ka hor dhici kara ma jiro waayo waxaad arkaysaa gabadhaa wada socotaan muddo wada socotiin gabadhii noloshaadii farxad kuma haysato bcause in detail farxad ma dareemaysa qofkii waa wada socotaa laakiin farxad ma ku haysata waxaad arkaysaa gabar ka dambaysay oo laba bilood saddex bilood aa socotay yaan tusaalan kasoo qaban afar bilood camal aa wada socotay oo tii hore ka dabeecad qurxoon ka dabnimo wanaagsan in detail marka labadooda markaa isbarbar dhitid ma waxaad leedahay tii hore aa jacaylkeeda igu soo horreeyey bcause waxaa laga yaabaa tii hore inay masiir badneed aflagaado badneed mararka qaar hataa haddaad taleefonka qabuwayso ay kula dhaqmaysay qof shisheeyo kale oo aanan ku dhoweysanayn tanna dabeecaddeeda iyo dadnimadeeda iyo ehelkeeda markaa fiirisay yacni raxmad naxariis iyo wanaag inay ku tusa bcause marka jacaylkii hore wanaagsan maa leedahay nafta meesha u roonay mar walba u orodaa marka marka balanqaad qofka bini aadanka ama samayn karo waxaa laga yaba xaas aa guursatay inay kugu noqoto waraabo ya tu damba aa gadaal ka keentayna inay tii hore ka wanaagsanaato totalmarka totally waxaa leeyahay ani shaksiyan hal naag iga badan laakiin waxaan ka hadlooyaa yani isbadbedelka nolosha yani qadarta ma ka hor dhici karta maramaa ka hor dhici bcause waxaa waaye anaga hadda jani inaan meela gelayna ma ogin bcause sooma marka qofka bini aadanka meesha uu ku dambeeya ma ogaan karo marka ha ka hor dhici nolosha haddaa dhahda ma kula guursanaa adtu kala guursatay bcause dulmiyaa ku samaysay gabadha ilaahayna dunuubta u cafinayn waxaa ka mid ah marka dulmiga maasha allah ragga soomaaliyeed waxay sameeyaan markay gabadh ayagoo isqabaan ee calafka la geeya qadartu dhacdo ee ilmana gabadh u hayso waxaa inta badan dhacda in ragga gabdho kale ay guursadaan ilmo kale iyo reer kale ay samaystaan ilmihii horena ay dayacaan maxaa marka raggaa usoo jeedinaya horta nan ilmihiisa dayacay haddaa aragta bini aadan kuma tilmaami karo bcause hilib adiga aad beeratay yacni beeraha shalay beeratay miraheedii haddaad ku ciyaartay damiir xumo waay ilamana qurxoona xaasaa shalay guursatay ilmo kuu dhashay ilaa imaha deelisid adigoo gabar kale ka raacay gabadha lagu sheegaay gabadha aada guursatay shalay gabar ahayd adigaa garoob ka dhigay oo adigaa guursaday oo intaa ilmo ka dhalay marka tan hadda u ordaysayna iyadana dhagax shub kama samaysna maalin waa iska dhalaalaysaa waxaani bini aadan waa dhagax kama samaysna marka aniga waxaan ku dhihi lahaa taa u oraday iyo tan aa ka oraday ba labadaba waxaa karaamo badan tan hadda ilmaha ku haysa taas hataa inay ma dhalaystahay maxaa ka ogtahay inay wax dhalayn maa inay ilmo u hayso ilmihiina dhaqanaya masruufkooda bixinaya kuwaa usan waxba ka ogeynaa marka ani horaaba kugu sheegayba ruuxa bini aadanka iyo ruuxdiisa iyo qalbigiisa iyo damiirkiisa mawshahay reerkiisa ma dayacay ruux reerkiisa dayacay hadda aragta waa ruux qof aan ruuxdiisa nooleen oo shaksiyadiisa dhimatay marka kaa waqti ku milo manaha okay aad iyo aad umaadsan tahay waqtigaadna siisay jaaniskaaga waa kaaga mahad celinaya mar kaleeto walaalkay qurkudhiilo aad iyo aad umaadsan tahay.
هذا هو. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.